بس صباح الخير. الو صباح النور. صباح الخير. صباح البحر تيتي ان شاء الله. اهلا وسهلا عائشه من البيضاء. الله يبارك فيك. مرحبا. الله يبارك فيك. عواشكم ان شاء الله مباركه تعيد ان شاء الله وتعاودوا ان شاء الله يا رب. الله يبارك فيك. انا بمناسبه ان شاء الله العيد غنعطيك واحد الغريبه بهله بالكاكاو كتجي غزاله. غريبه بهله بالكاكاو. اه كتجي زوينه وكتعطيها واحد المنيدر وفيها واحد لوكو زوين. ان شاء الله عندنا ربعه الزبده. ربعه الزبده. عندنا كاس ديال السكر كلاصي. كاس سكر كلاسي وكاس ديال سنيدة. كاس سنيدة. عندنا لالا جوج كيسان زيت. جوج كيسان زيت. عندنا واحد الحفنة كبيرة ديال شوية ديال اللوز. جات كل وحدة شحال بغات دير. المهم حنا كبيرة ديال اللوز. اللوز اللي حمرناه في الفران وهرمشناه. وعندنا ثاني زليفة صغيرة ديال الزنجلان اللي توا حمرناه. زليفة صغيرة زنجلان. إيه. وعندنا لالا سميت واحد قول لي 60 غرام ديال الكاكاو المر من النوع الممتاز. 60 غرام كاكاو مر. إيه. وعندنا لالا جوج خمارات ونص. جوج خمارات ونص. هي والطحين اللي دخلت لينا. والطحين هي راه كتجي حسب الخليط. هي حسب الخليط خاصها تجي ملي المراه كتجي السيده كتجمع العجين ملي كدير صبعها ما كيبقاش يثق في العجينه صافي دير صافي من الطحين. صافي وكنشدو نخليوها ترتاح واحد جاتي ثلث ساعه 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. صافي كناخذوا الطواط اما اللي بغات ديرها في ديك في المول ديال البهله ديالها اللي ما عندهاش كتفي غير بالطاوه العاديه. صافي كنكورو دوك الكويرات ديالنا. وكندوزوهم شويه من الماء وكنهزو بهم الجنجلان البيض. صافي كنستفو في الطاوه ملي اللي عندها الفران ديال الطور كتشعل فوق وتحت. اللي عندها ديال الكاز تشعل فوق حتى ترتق ليها البهله وتشعل من التحت. راه كتجي في واحد المنيدر ما بين البيض والكحل كتجي غزاله وتا لوكو كيجي زوين. اها ايوا صافي ونقدموها بالصحه والراحه مع شي كويزه تا هي لاله عائشه. الله نقدموها الحباب بحال وجهك. الله يعطيك الله يعطيكم كاملين وعواشك مبروكه والله يعطيكم ما تمنيتوا ان شاء الله. وياكم جميع المستمعات ان شاء الله يكونوا بخير ديما على خير يا ربي. ان شاء الله هادشي اللي كنتمناو يا رب. اللهم امين. وعليكم السلام ورحمه الله.